الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هاي حلوين كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وأفضل صحة وعافية. أنا وأنت بس رايحين طبعا فكرة فيديو اليوم إني أنا طبعا بدخل استكشف تحديث باب البيوت. طبعا شفت كل الناس استكشفوا قلت لازم ألحق استكشفوا. Let's go. في ناس سووا قبلي بس لا تهمهم. وعليكم ورا شكلي مرة حلو. وعليكم وعليكم تشكروا لي. طبعا أول شيء راح نروح تحديث هنا البنك. طبعا يا جماعة الخير أنا استكشفت قبل والله حاولت أفتح 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 حسيت يا جماعة الخير خير كنت أدخل بالكيس ما كنت أدري إنه في بطاقة. طبعًا أول ما تدخل يا جماعة الخير طبعًا يعني هنا حيكون عندكم بطاقة بيضاء كيف، وحتروح تضغطوا هنا وحندخل كده حنفتح هنا كيف. أنا نفتح معنا الصراحة يعني ما أدري صار بس إنه أنا ضغط الدور الثاني حيفتح معنا الدور الثاني. طبعًا أنا هنا صراحة فعلا عرفت إنه كيف أدخل. فايش هسوي؟ هجيب عربية. طبعا شفت كم الناس سووها فيلا دخلنا كي ما ادري الصراحة طريقة. طبعا يعني طلعوا للأسف. فدحين ايش هنسوي؟ هحاول اني ننزل ماشي كان في حركة تنزل والله ما ادري بس اروح اشوف ايش هناك موجود. جو قهروني الزفوت دولي يا ربي. توقع الجهة دي يووو يجلس يسوي كل انواع الاختراقات. واي يفتح تخيلوا تفتح بالبطاقة. What the hell شلون اخرج وش صراحة لوالي. طبعا يا جماعة الخير قبل شوي البيت هذا كنت تتمشكل معاه يعني عشان كنت نسوي كمان تكلم وزة وقحة مهم تخير. واو ضبطت لنا البنت الله شكرا. بسم الله تعالى نشوف ايش في. الله يا جماعة الخير في فسحة هنا تعال استكشف. والله يا جماعة يا جماعة الخير فلوس. واو ما توقعت الصراحة ابداع والله فكرت والله. خلنا ندخل المكان السري ما ادري شو الصراحة بس انه عجبني شو ده ما ادري بشي يا جماعة. اوبس ندخل وبس يا حلوين هذا فيديو اليوم وبس ان شاء الله يكون استمتعتوا. بس باي.